السلام عليكم. اعتقد انه تكوبا مش عارف سنيال والله مش عارف شيء هو. حبيت واحد الفكره برك كملها حول عمليات اللعب في تصدير الغاز، والله كيف الناس تتلاعب او يسرقوا الغاز، او كيفاش راهم جهات نافذة في السلطة تحاول أنها تحاول سرقة الثروة الوطنية أو شيء من هذا القبيل. كما قلت أنه عمليات تصدير البترول تتم من ثلاث موانئ، كان أرزي وسكيك ده هذم يتم من خلالهم عمليات تصدير البترول العادي اللي مصرح به في الأوباك، هذاك عنده السعر نتاعه على حسب السوق العالمية، وفيه نوعية أخرى يسموها غاز البترول المميع. هذا غاز البترول المميع اللي يسموه كوندوستا، هذا بترول ذو جودة عالية. البترول هذا ذو جودة عالية هو اللي يستخرجوا منه كل تقريبا المواد الأولية، بلاستيك، كل شيء، أي حاجة الآن تقريبا، أي حاجة فيها تقريبا جل المواد الأولية يستخرجوها من هذا البترول الكوندونسا. الكوندونسا هذا غير خاضع للسوق الدولية للبترول، وغير خاضع للسعر الأوباك، عنده سوق سوداء، يعني انه سوق سوداء يتعامل بها الدول او منظمه تنظيمات دوليه او جهات دوليه هما اللي بزنسوا في البترول هذا، وبالطريقه ويفكتروه على اساس انه بترول عادي، هو ماهوش بترول عادي. وهنا يكون اللعب الامور هذه، هنا يدخل اللاعب، تدخل السرقة تاع المال العام والثروة الوطنية، يعني أنه مصرح فيه بالأوبك مثلا 30-60 دولار، لكن هو في الأصل بيعينه مثلا 100 ولا 150 دولار، يعني الفائض هذاك. هنا وين يلعبوا الناس اللي عندهم نفوذ في السلطة، يلعبوا هنا ولا المستفيدين من السرقة تاع المال العام والثروة الوطنية، يعني ربما أنه مقنن داخليا في الجزائر، مقنن تعليمات سرية وكذا 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 منها، لكن دوليا هو غير خاضع للسعر الحقيقي لسعر الأوباك، لكن يصرحوا به في عملية التصدير أنه بالسعر تاع الأوباك، لكن هو في الأصل يبيعوا فيه أكثر من تقريب من شعار وقيلة الدبل ولا أكثر من السعر الحقيقي للبترول. وهذا مش شيء جديد، لأنه اعتقد اللي تابع تصريحات حسين مالطي النائب المدير العام لسوناطراك من في لعدة سنوات ماضية، صرح وكتب في كتابه أنه هناك جنرالات نافذين هم اللي كانوا مستولين على هذه السوق السوداء، سوق السوداء للمحروقات. هذه بصفة عامة. المهم بارك الله فيكم خاوتي، وماذا بنا بارطاجيو الفيديو الاول هذاك اللي فيه القضيه الخاصه، قضيه تصدير الغاز دون رقابه جمركيه، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.